خاف الله فيا وخاف الله في ابوك المسكين الكبير في السن هذا، انت ما تفهم ولا ايش؟ قلنا حجر يعني تنطق في البيت. والله ما خلطت احد، بس عيال استراحه. وانا وش اضمن لي ان ما في واحد من ربعك بالاستراحه راح لاسبانيا ولا ايطاليا وين هالمرض هذا؟ اذكر الله يبا اذكر الله. لا سر الله قبل ما اشوف وجهك. العالم فوق تحت. امراض وكورونا وموت وحياه. وانت داخل طالع داخل طالع داخل طالع، وش تسوي؟ يلا راح اجيب خبز عجل. توك تقول لا تطلع ولا تدخل. اطلع للضرورة. راح اجيب خبز وعجل لا تبطي. سمي يبا ابشر. مد يدك. اخر مرة. مدها زي الناس. اخر مرة والله ما عودها. اعرفك ما تسمع الكلام انت. كمان خلاص امي ايش فيك كتبتينا؟ اسكت بس ابغى برد قلبي من دي البكتيريا والفيروسات، ابغاها تموت. كيف انا اللي حموت؟ ايش فهمك؟ هذه خلطه حبه سودا والبان وبخور جاوي، هذه استهتم اديتني الخلطه. يا مساء الخير يا باشا. ارجع اترك مسافه بيني وبينك، ارجع ورا. حاضر. كذا كفايه، التفت من هناك وانت تتكلم، لا تناظرني لا تتنفس وجهي، التفت من هناك. حاضر. التفت ايه؟ هو حضرتك مرات اخويا علشان التفت؟ تنكت انت وجهك، سوي اللي اقولك عليه ولا اكثر. حاضر. حسابك 47 ريال. طيب ماشي، دول 50 يبقى لك 3 ريال. عد معايا. 1 2 3. اتفضل يا باشا. لا لا ما امسكها، حطها في جيبي. ها احطهم في جيبك ازاي؟ هو انا لعيب كره سله عشان احطهم في جيبك؟ حطها في جيبي لا اكثر. احطها في جيبك. حاضر اهو كده حلو. حط الاكل وانجر. يلا خلاص ماشي، بس خلي بالك الشاورما دي انا اللي ماسكها بايدي. الله لا يوفقك. يقولون الله يكافينا الشر، المكرونه هذه اذا دخلت بالانسان خلال 24 ساعه تقتله يموت. يا يبا اسمها كورونا مو مكرونه. بعدين جروب الواتساب ذا حق الشيبان لازم اشوف له حل. من وين تجيبون المعلومات؟ كل يوم نسمع عن حالات شفاء. مكتوب قدامي يقولون ان المره سبحان الله علاج لهالمرض واحده بواحده. انفاس هي يا يبا، هذا مرض غريب، علماء ومختبرات دوروا له علاج ما لقوا، والناس تقول مره لا تصدق. اسكت بس خلنا نسمع الاخبار. ان اكثر وفيات مرضى الكورونا هم كبار السن. ابلش تدع النعمة أنت ومزعجنا قبل ما تجي الاستراحة. أبي شاورما أبي شاورما، طاقني الجوع. خلاص ما أبي شيء، انسدت نفسي. ياسر حبيبي كل عشان صحتك. أبعد عني لا تلمسني، والله إن مدت يدك لكسرها. أبعد عني أبعد. إيه فقي دامك موسوس كذا ليش تجي الاستراحة تخرب جونا؟ تراني قاط زي زيكم في الاستراحة، تبي نقعد في البيت ويطقني الوسواس؟ وخر وجهك عني، لا تناظرني ولا تنفس عندي. ود نفسك هناك، تنفس هناك. إن شفت وجهك قريب عندي صرتك ثاني مرة. أبعد. ماو.
هلا عامر. هلا والله، يلا حيا. ايه سلام نظرة حبيبي، مصافح ما فيه. اقلع تسلم بلا وسوسة. يا اخوي ما تسمع انت، السلام مصافح ممنوع، السلام نظر. ما يرد من الرجاجيل الارض يا عامر. لا يا شيخ، قلبتها مرجلة وشعر. اقول العالم كله قالب كورونا وانت مسوي لي فيها. روح استراحتكم الله يستر عليك. وش ذا المرضى؟ هذه فوائد الحجر الصحي. العب وانت ساكت بس. يا ابوي اللعب ما يجي كذا، الكيس ده يزحلق اليد. لا تتعذر يا مهزوم. سلامات يا عيال مكيسين اليدين، مرات بسيارة هي. ايه انا مكيسها، واللي بيفكها بكيس راسه، تسمعون ولا لا؟ يا عيال اسمعوا، يقولكم من اليوم وراح ما عاد بو زواجات. شلون ما عاد بو زواجات؟ يعني الواحد ما راح يتزوج؟ لا يعني ما عاد بو حفلات زواج ولا عزايم ولا عزا، اي تجمع ممنوع. هذا الصح، علشان يحدون من انتشار الوباء، عاد يحضر بيتزوج الحين يا عيال. لا سفر ولا قاعة افراح ولا شهر عسل، بياخذها من بيت ابوها وعلى طول بيروح لبيتهم. ايوه امي يا انا في الاستراحة. ابشري ابشري دحين جاي. مع السلامة يا جماعة، امي تبغاني في البيت تقول هيا ارجع. يا شين هيا عيال، ابوك المبزرة. تخيل كذا تدق عليك امك قدام اخوياك تقول لهم مع السلامة يا عيال أنا بدزها للبيت. أنت ما تفهم ولا كيف؟ كم مرة أقول لك تترزع في البيت؟ قوم قدامي يلا. أنا بقول لك قوم قدامي. أنا إيش يضمني واحد فيهم ما يكون مريض ولا بيختلط مع ناس عندهم كورونا؟ لا لا أبشر، شوفي معنا معقم، معقمين كل شيء. سد حلقك، أنت في أحد كلمك؟ إن شاء الله. يلا قوم قدامي. سمي أبشر. يلا. يا كفتة كفتة. الله يعين عامر على ذا السعلوة. أعلمك ولا يعطيتك واحدة بين عيونك. أنا أستاذن. الله يحميك يا ولدي ويسعدك ويرضيك ويبعد عنك الأمراض وأولاد الحرام يا رب يا رب يحميك. واه شكوش؟ وهذا مين؟ يا مفتري، ثلاث ساعات انا رايحه وراجعه، قال ايه ادعي لك ربي يحميك ويسعدك وانت حاطط لي مخدات مكانك؟ ولا معقم ولا كمامات ولا قلفزات؟ ايش مخك هذا يا شكش؟ تبغى تدمرنا؟ حتجنني انت، حتجنني. هذا وشي اذا شفت باب البيت بعد اليوم. امي امي افتح الباب امي. اقول يا صويلح عمر، ما تخبر لي حلاق كذا كويس اقدر اضبطه كذا يجيني البيت؟ لا والله، واصلا ممنوع الموضوع ذا، عليه غرامات وعليه عقوبات. وش تبيبه انت؟ مو هو بشغلك يا اخوي. ابي حلاق بحلق دقني، بحلق وجهي، بحلق شعري. شف ها ناظر، ترى عارف احلق انا بس ها ب50 انقد. والله يا اخوي خذ 100 خلصني فكني. نعيم التركي تبي شيء ثاني؟ الله يرحم والديك، انا ما راح انسى لك الوقفه ذي والفزعه طول عمري. سويلح عمر، هات المرايه هات المرايه خلينا نشوف ابداعك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. وش ذا الوجه ذا؟ وجهي ولا مقفز بيريه؟ هذا الموضه. وش اللي سويته؟ تقول لي موضه موضه؟ شل شل الشرب، فكري بسرعه. متأكد؟ ايه متأكد بسرعه، لا يجي احد. شل الشرب شل الشرب. عاد خشك. الله يوفقك الله يوفقك. شل زين وقتي. ايه بعد من مين 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 مين. ايوه ايوه خش 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 خش
حلوين مونتاج. الحقيقة يا عمي أنا جايك وبدخل في الموضوع يعني على طول. أنا طالب القرب منك وكل فخر أطلب يد بنتك. يا هلا والله ومرحبا، حي الله ولادك خيي، الله يغفر له. بس تبي صدق عاد، من شاف حلاقك عز الله حتى الشغالة ما تبي تتزوجك ولا تبي تشوفك بعد، ولكن تدري حياك الله. أجل الحمد لله، مدامك موافق أنا عجل ويا ليت لو نخلص. صدقت يا ولاد خيي، خير البري عاجله. بس وشلون نرتب الموضوع الزواج؟ أنا لو علي أسوي لها عرس وزواج يسمع عنه الشرق والغرب، واجيب لها ماجد المهندس وبلقيس واحلام ومحمد عبده، كل شيء اجيبه، واسوي لها شهر عسل في كل مكان. بس كورونا 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 يا عمي، يا ليت لو نكتفي بالمهر وناخذ البنت ونخلص. ايش رايك؟ اثريك مخطط وتبيها سهلات على ما قالوا، دقيقه واحده. اقرب يا ولد خيي. شف، بما ان الموضوع كورونا وما كورونا ولقيت عذر عليك التالي، هنا تحط المهر، وهنا طول عمرك تحط مصاريف الزواج، وهنا تحط مصاريف السفر. وبما انك لا تستطيع السفر ولا تستطيع حفل الزواج، عليك بدفع المبلغ كامل وكاش 250,000 ريال. وش رايك؟ طلعتها مني يا حسافة الحلاقة. بس شوف الباب بطلع. الله يحفظك. واخر يا ولد على الباب، ولد خيب يطلع. تفضل. أكثر موقف محرج صار في حياتك؟ على أساس فاتح موضوع يعني؟ أيوة. طيب طفش، ما في مواضيع نتكلم فيها. ما بقى إلا تقولي لي وشكلتك المفضلة. عادي، إيش المشكلة؟ المهم إننا نتكلم، هذه من إيجابيات الحجر المنزلي. بعدين يعني أنا أتوقع آخر مرة تكلمنا فيها كانت في شهر العسل، ووقتها كنت أسولف تسليك كذا علشان ما تلاحظين إني ما أعرف أكل بالشوكة. أوكي؟ يعني بتصرفني حاجة زي كذا. عامر سمي بو. عامر أبى أروح لأبوي. أوكي؟ طيب يا عامر. التمر زين على اسم التمر. دائما كذا، أنت ما عندك أسلوب. سمي أبو عامرني. أبو صالح جارنا اتصل فيني بالتلفون يقول ودي أجي أتقهوى وياك، روح افتح له الباب خليه يجي. هماك تقول لا تطلع ولا تروح ولا تخالط أحد، الحين تبي تجيب خويك عندنا بالبيت؟ أبو صالح ما فيه مكرونة ولا في خير، متأكدين؟ راح افتح له الباب وخليه يدخل المجلس. أبشر أبشر، خلاص أنا ضبطك. أبو صالح، أهلا، حيا الله السلام نظر. شلونك عساك طيب؟ وش رايك تخاويني يوم الله جابك لابو عامر؟ انت قهوه عنده؟ يا ابو صالح الله يساك خير، خفوا من التجمعات، خفوا من الراحات والجيات. صدقت صدقت، بس انا وابو عامر ماخذين احتياطاتنا، لا نجتمع مع احد ولا نختلط بحد، وهذا ما يمنع ان نجلس مع بعض ونتقهوى في نجيل شاي. الله يحفظنا ويحفظكم، انتبهوا على انفسكم، انتبهوا على عيالكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ابو صالح احنا في وقت عصيب، الله يعديه على خير. صدقت صدقت طال عمرك، الله يجزاك خير. الله يجزاك. زين، فمان الله فمان الله. الله يسلمك يا ابو عامر. طيب طيب طيب. السلام عليكم. الوالد موجود؟ موجود موجود. سافرت خارج المملكه خلال ذا الشهر؟ لا والله ما تعديت الخارج.
تحس انك مرهق، فيك حراره شيء؟ لا حراره لا، بس اني مسوين عمليه في العمود الفقري الفقره الثالثه، والدكتور يقول لا تشيل شيء ثقيل. ايه ممتازه. جايب فنجالك معك؟ ايه نعم. اسمع، الحين تدخل تقعد بالزاويه بعيد عن ابوي، اوكي؟ ان شاء الله ان شاء الله. اصبر، خذ هذه معك، البس الكمامه والقفاز. ان شاء الله. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا حي الله ابو عامر. وش هيك؟ استورينا وياك تردي دحين، وش هيك خفت؟ والله هذينا وياك بس. يلا حي. لا خليك عندك، خليك عندك. خليك بعيد، حبك يزيد. الا قل لي وش هوالك صالح؟ ابشرك الحمد لله بخير. كنت قلقان عليه يومنا في اوروبا، لكن يوم جا الرياض تطمنت عليه. عاشهم عندك في البيت؟ لا وين البيت؟ ودوه للحجر الصحي. ارقد وامن تطمن. ما دامه بالحجر الصحي والله انه واحرص منا على عيالنا. صحيح صحيح. لا ابوه ذا وش زين؟ مسوي فيها مسيه يا شباب، بالله اهجدوا شوي، خلونا نركز في المحاضره. اخوي انت بالايام العاديه راح تداوم، والحين معلقه والدراسه صام تحضر كل المحاضرات. انا لو دراستي اونلاين كان اخذت الاول على الدفعه، بس اللي معجزني زحمه الطريق وسواقه الصبح. اؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الارض الطيبه من دواء وغذاء واحتياجات معيشيه. الله يحفظك ويرعاك ويعزك ويعز عليك مثل ما عزيتنا. امين يا رب العالمين. عامر سمي يا شيخ. وين تروح له الله يصلحك؟ ابد طال عمرك، طفشت بالبيت قلت بتمشى شوي. تتمشى؟ ما تدري انه ممنوع الا للضروره. وانت وين رايح يا شيخ؟ انا بروح المسجد اذن. بيطول هالوضع يا شيخ. احنا في غمة، اسال الله ان يكشفها. الرسول الله ما صلى وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، تعوذ من الجنون والبرص والجذام وسيء الاسقام. الله يعين، الله يعين يا شيخ. من اول الناس اذا قعدت في بيوتها يومين ولا ثلاثه ما راحت لا كافي ولا مطعم، اطفشت وقالوا ملينا وزهقنا، لانهم عايشين في رخاء. ما ادري انهم عايشين في نعيم لا يقدر بثمن. إلى أن جاء الفيروس اللي ما ينشاف بالعين وحبس الناس في بيوتها. يا عامر، الشدايد تعلم العبر والدروس. الله يكفينا ويكفيكم الشر ويفرج همنا. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. رح لبيتكم يا ولدي، رح لبيتكم. أبشر. لا إله إلا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، آمنت بالله وعليه توكلت، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يتقبل منك يا عمي. الله يقبل الجميع بنيتي. والله أنني عرفت نفسي، عمري ما تركت الصلاة بالمسجد، الحمد لله رب العالمين. هاي لا. بديتك